أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ابدأ بنفسك. الحلقة النهاردة مختلفة جدا. الحلقة اللي فاتت احنا ضحكنا وهزرنا كتير، بس الحلقة دي جد قوي. رحب بزميلي الأول كريم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا نرمين، عاملة ايه؟ ازيكم كلكم عاملين ايه؟ النهاردة طبعا زي ما زميلتي نرمين قالت انه المرة اللي فاتت كان في فقرة ضحك ولعب وهزار، المرة دي برضو جايين بفقرات مختلفة وبسيطة جدا، ألا وهي فقرة فنية كده بسيطة. طبعا فقرتنا النهاردة الفنية مش بس مجرد موهبة، لا هو كمان اكتشاف. وطبعا أي حد بيبقى عنده الموهبة بيبقى محتاج جدا جدا أنه لازم يشتغل على نفسه كتير وينمي من مهاراته. انت ايه رايك في قصه اللي بيشتغل على نفسه في حاجه حتى لو في الرسم، رغم ان الاهالي دايما في الاول بيبقوا شايفين ان الرسم ده حاجه تافهه؟ هو جميل جدا طبعا. هو طب انت وانت صغيره كنت بترسمي؟ لا بامانه ما اعرفش ارسم اصلا. تمام. طبعا احنا عشان النهارده فقرتنا فنيه، فكان لازم نستضيف النهارده الفنانه التشكيليه فدوى عطيه. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا انت منورانا النهارده معانا في الحلقه. وفي بدايه الكلام خالص احنا هنسيب لك المايك كده تعرفينا بنفسك اكتر. فدوى عطيه، فنانه تشكيليه مصريه، بعتز ان انا من الشارع المصري، ومصممه ديكور، خريجه فنون تطبيقيه دفعه 2000، حاصله السنه الماضيه يوم 23/3/2019 من سنتين على جائزه، رسميا على جائزه المراه المبدعه من الهيئه العامه لقصور الثقافه. ما شاء الله. مش هقول لك عملت وعملت وعملت، بس هقول لك كلمه. بقالنا 20 سنه بنرسم، بقالنا 20 سنه بنعمل ديكورات مسرح، بقالنا 20 سنه بندي، بس ربنا بيعوض، ده اللي اقدر اقوله. وكل واحد لازم يكون عنده اصرار وعزيمه، بس ده كلمه ده بدايتنا. بالنسبه لي انا شايفه وضع الفن التشكيلي وتصميم الديكور ليهم علاقه ببعض. انا خريجه فنون تطبيقيه قسم ديكور، لكن الفن التشكيلي كان بدايته هوايه اصبح في الدم والروح. فوق حاجه تانية هي ما تعرفوهاش انتوا لسه دلوقتي هتعرفوها مفاجاه، كتابه قصه قصيره في تجهيز لمجموعه قصصيه في الطريق باذن الله. يعني عن حياه حضرتك؟ لا لا لا، قصه مجموعه قصصيه، قصه قصيره بكتبها، بكتب 10 قصص لسه هيطلعوا النور. انت بتكتبيها يعني؟ اوكي. الرسم بالنسبه لي من وانا سني 7 سنين، الموضوع بدا وانا طفله. هما اتنين كانوا بيرسموا في البيت، انا واختي الدكتوره الصغيره. يعني احنا الاثنين كنا صغيرين، احنا اربعة. خلي بالك برضو نرمين فنانة عظيمة، كانت بترسم على الحيط. لا في البيت. لا دي حقيقة. طب حلو. انا كنت بعمل كده. خلاص ورينا شغلك، ورينا شوف شغلك. لا ما مش هنا في المستوديو. عارفة انت كان في دايما كده رسمة كل بيرسمها لثلاث اهرامات جنب بعض. ايوه دول هي دي. مصر كلها بترسمها جنب بعض، انا كنت بعمل زيهم. هي كانت يعني انت عارفة طبعا ان احيانا لما بيجي الواحد يذاكر فبيطلع ابداعات في الورقة. انا نفسي يعني كنت اكتب مثلا كريم المصري 10 مرات ورا بعض بالخط، بتبدأ بالخط. مره احط لها كاوتش نقط كده وشبك النقط. أيوة مع بعض. في بدايه بخط. انا فنان من صغري اساسا. انا خطي حلو. طب حلو، انا خطي مش حلو بس رسمي حلو. لا انا خطي حلو. يعني الاثنين دول ما لهمش علاقه ببعض؟ لا خالص خالص. ممكن تكون خطاط جامد وشاطر اكتر من رسم. سبحان الله، في ناس بيبقى خطهم حلو جدا ومبدعين خطوط. طب لو خطهم وحش ورسمهم وحش؟ طب انا ممكن اسال سؤال عشان يعني يجي في ذهني دلوقتي. هو الفن التشكيلي له علاقه بالناس اللي الخطاط؟ الخط العربي ممكن يتحول يعني في ممكن حد مثلا ممكن تحول يعرف يرسم نفس الرسم اللي حضرتك بترسميه ولا في لا في فنانين. يعني عندك الدكتور سمير عبد الفضيل من الفنانين الليبيه، بيرسم رسم بورتريهات وبيرسم رسم عادي، وفي نفس الوقت ليه علاقه بالخط العربي، بيحب يجود في خطه ويعمل ليه علاقه بالخط بالتشكيل، الخط اللي هو العربي بيجود فيه ويعمل كده عادي. يعني في ناس ليها السكتين، وفي ناس تخصص خط زي خضيري بورسعيدي مثلا، عندك الكبير الخطاطيل وغيره وغيره، تخصص خطوط بس، في ناس ثانيه تخصص بورتريهات بس، في ناس تخصص رسم كل حاجه بلازر طبيعيه وغيره. بس اقول لك حاجه، احنا بينقصنا حاجه، بس احنا كده هندخل في مواضيع تانية متطرق ليها، بس احنا بينقصنا فعلا حاجه. حالة انت قلتوا حاله حلوه. انا كنت برسم وانا عيله، لان كان في دعم من الاب والام الله يرحمه، والدي كان بيدعم والدتي. انا فاكره ان انا في 7 سنين كنت رسمه جنينه ومجموعه اطفال جنب بعض، وكنت غاويه موضوع الرسم قوي، ده اللي انا فاكراه. ومش ما كنتش موجوده جوه مصر، انا متربيه بره مصر في السعوديه، بس كنت غاويه الموضوع، كنت حباه قوي، كنت مجنونه قوي رسم قوي. وقلت لماما انا هدخل فنون
وصلت لغايه مرحله اعدادي قلت لها لا انا هتخصص فنون، مش عايزه هندسه ولا طب ولا الكلام ده، قالي لا طب انت حبيتيها خلاص، فانت عايزه فبالتالي انت عايزه تطبقي. انا بخاف من منظر الدم، انا بطبيعتي زي ما بيقولوا خوافه او ايه، منظر الحقنه الدم الحاجات دي بخاف منها، طبيعه ممكن في ناس بقى قلبها جامد يعني. المهم بعيدا عن الكلام ده، حكايه الخط فعلا في خط بيبقى حلو ورسمه حلو، وممكن يكون خطه حلو جدا وبيبدع بالخطوط زي ما حضرته قال، وهو خطه حلو مش مكتشف الموضوع ده ويعمل اللي هو خط جامده. ممكن يكون عندك تصوير فوتوغرافي، انت تكوني مصوره قويه جدا. هو انا عندي موهبه غريبه يعني، انا تقريبا يعني الكباري والطرق الجديده اللي بتتبني دي انا برسم فيها من 2002 تقريبا في الكراسات والورق وكده، معرفش ليه عندي موهبه ان انا اقعد اعمل طرق مع اني انا ما بحبش الهندسه ولا اي حاجه. تعبير عن حاله نفسيه. حاله نفسيه؟ اللي هي انك انت بتحب تبقى متفتح الذهن وتبحث عن ما هو جديد. في الطرق؟ الطرق انك انت بتدور في طرق مختلفه، ده حاله نفسيه، علاقه الحاله النفسيه بالفن التشكيلي. انا دايما برسم اهرامات وفي كده في كورنر على جنب الشمس اللي طالعه منها بس. لا لا عندك ارتباط بالقديم. مش قادره تنسي الموضوع ده، عندك ارتباط بالحضاره يعني. انا كده جميله. انت كده جميل وهو جميل برضو، عنده حاله ان هو دايما الله اعلم، انا بقول وجهه نظر حاله نفسيه شخصيه. انت درست علم نفس قبل كده؟ لا بس انا درست على لوحات الاولاد. ما احنا كنا بندرب اطفال كمان حاله نفسيه، بقرا الخط الطفل بعرف خطه ايه. هو حاله نفسيه اللي هو بيحب يشتغل كتير ويدي كتير قوي ويعطي شغله اكتر من اللازم وبيدور على بدائل كثيره. معانا مداخله من المستشار علي الجزار المحامي بالنقد. سعادة المستشار كريم بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير عليكم جميعا يا سعادة. مساء النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عاملين ايه يا فندم؟ اخبار سعادتكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ازيك يا استاذ فدوى؟ ازيك يا استاذ علي؟ يا سياده المستشار الجميل اخبارك ايه؟ عامله ايه يا فندم؟ اخبار سعادتك ايه؟ الحمد لله بقى معاهم ثنائي جميل قوي، اثنين مذيعين ممتازين ولابقين وسلسين كده وبساطه في التعامل. ربنا يكرمك يا استاذ، منور الشاشه والله. منور باصحابه، منور باصحابه دايما يا سياده المستشار. استاذ علي، عايزين نسال حضرتك بقى سؤال كده، علاقه الفن بالجريمه؟ لا هو الفن حضرتك، انا ليا راي في الموضوع دوت بعد اذن حضراتكم طبعا. ان الفن كان ليه تاثير جامد على الجريمه في المجتمع. يعني حضرتك دلوقتي عندك مثلا في افلام ظهرت في الاونه الاخيره لفنان معين بقى نجم وستار، الافلام دي ادت الى ان الشباب الصغير اللي هو حديث السن ابتدى يقلده وابتدى يعمل زيه، ونشات الجريمه من هذا المنطلق ان هم بيتفرجوا على نجم وستار والمجتمع بيتعاطف معاه والمشاهد بيتعاطف معاه، وللاسف السيناريو والاخراج بيتعاطف معاه وكل الناس بتتعاطف معاه، وفي الاخر بيبقى بطل فبيحاول يقلده الولد من دول وبيرتكب جريمه والمجتمع بيقدمه للمحاكمه الجنائيه. وطبعا هنا احنا عندنا تفرقه ما بين هذا النجم اللي هو اثر على المجتمع سلبا وما بين الشاب الصغير اللي بيقلده، زي مثلا الفنان اللي بيطلع يسمي نفسه انجليزي فرنساوي الى اخره. يعني طبعا الساده المشاهدين وحضراتكم عارفين انا اقصد مين. يطلع الولد من دول يقلده، يطلع الولد من دول يقلده ويرتكب جريمه، يمسك سنجه وللاسف بيقدم للمحاكمه الجنائيه وبيحرق قلب اهله وقلب امه عليه للاسف يعني. فظاهره خطيره، غير زمان في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات لما كان في مصر اتعرضت لنكسات. طب والفن كان ليه دور وتاثير ايجابي. استاذ علي، عايز اسالك سؤال مهم جدا. هل بقى الرسم ممكن برضو يبقى ليه علاقه بالجريمه؟ يعني حضرتك ذكرت ان نوع من انواع الفنون وليكن التمثيل، الاغاني، الاداء المسرحي ممكن يكون ليه علاقه بالجريمه، لكن بقى هل بقى الرسم او الصور ممكن تبقى ليها علاقه بالجريمه؟ لا، هو الرسم كده كده اوتوماتيك بيتاثر بسلوك المجتمع، لكن الرسم فن راقي جدا يرقى الى مرتبه باسمه وبيسمو الى مخاطبه الروح. لان الفنان النهارده زي الاستاذه فادو عطيه اللي موجوده مع حضراتكم النهارده بتتكلم على الفن من خلال احساسها ومن خلال روحها وبترجم دوت على الورق، بتطلع تابلو كويس فولتاري جميل جدا القلب بيقشعه قبل العين، وهي فنانه متعلقه وربنا يا رب يزيدها يا رب ونشوفها كده في اعلى المراتب ان شاء الله. ربنا يكرمك. شكرا لسياده المستشار. باذن الله. احنا الله يخليك. شكرا يا سياده المستشار. شكرا.
انا متشكر لكم جدا ومتشكر حضراتكم وفرصه سعيده قوي ربنا يكرمك. احنا بنشكر حضرتك جدا طبعا. استاذ علي الجزار طبعا مستشار الموضوع. انتوا عبر عن استئناف. انتوا دلوقتي اتكلمتوا عن حاله نفسيه في الرسم. أوكي. ايوه الحاله النفسيه في الرسم دلوقتي حسب البيئه. لو انت متربي في بيئه حلوه بترسم بمزاج واحساسك بيبقى عالي. لو متربي في بيئه يعني هقول لك ايه يعني مثلا طفل الشارع لو اديت له رسمه يرسمها هيرسم رسمه مختلفه عن طفل اخر في بيئه اخرى. بس يعني سوري هقطع حضرتك بس ممكن يكون في طفل برضو من بيئه مش اسمها طفل شارع ممكن يطلع صوره عن احساسه او عن موقف ناتج عنه في حياته يطلعها احسن من حد متربي في. بصي بقى ده بيبقى ازاي ده ممكن ده وارد ده اكيد ده اكيد ده شفته بقى فين لما نزلنا تجربه دمج المسرح بالشارع في هيئه قصور الثقافه بعد الثوره نزلونا معطول الشوارع رسمت معاهم وعملت مكتبات في قلب الشارع. الاولاد جم ورايا لما كنت رئيسه القسم في قصر الطفل جم ورايا على قصر الطفل وحملوا حمامات وقعدوا يرسبوا بداوا يحسوا ان احنا مهتمين بيهم. لكن الجو اللي احنا فيه انك انت بتهمل الاخر زي ما قال او الاحساس بالاخر ده مهم. انتوا اتكلمتوا عن حاله نفسيه دي كنتوا الاثنين بالنسبه لك انت رسم الاهرامات انت مقلي بيئه بالنسبه له هو ايه كباري لا هو عايز يبني نفسه واثق من نفسه وعايز يبني نفسه عندي رؤيه عنده رؤيه لقدام. ايوه هو مش باصص لها كده سيكولوجيا معناها يعني برجع لورا. لا انت ما ترجعيش لورا انت عندك ارتباط بالتراث او الموروث الثقافي عندك ارض صلبه وجذر صلب مرتبطه بموروث ثقافي. سيدي شهاده اعتز بيها والله. بالنسبه لينا انا بالنسبه لي بدايتي بسيطه جدا. احنا كمان يعني الصور اللي احنا بنعرضها دي طبعا دي رسم حضرتك صح؟ دي رسوماتي فعلا. طيب كلمينا عنها بقى. والله بص هقول لك حاجه احنا معانا اتصال الفنانه زينب زينه. الو الو ايوه ازيك يا فنانه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. ازيك يا فدوى عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي قلبي صحبتي. الحمد لله يا قلبي اخبارك؟ الحمد لله يا قلبي تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله يا جميله. عامله ايه؟ حضرتك كويسه وبخير. استاذه زينه كلمينا عن شعورك بقى وعن الرسمه الجميله اللي هي رسمتها استاذه فدوى. اهديتها لك في عيد ميلادك. انا عرفت الكلام ده من المدخول وادينا لها دلوقتي في البرنامج بيدي لها دلوقتي بنادي لها بورتريه. يعني خلي بالك احنا من قلب ابدا نفسك برضو احنا فعلا بنهدي الصوره دي للفنانه زينه. فابدا نفسك البرنامج ابدا بنفسك. صوره ثانيه جميله ليكي برضو بورتريه ليكي. انا بصراحه مش قادره اقول لكم الشعور والفرحه اللي انا فيها جميله جدا. ابدا الاول بيوم عيد ميلادي. يوم عيد ميلادي انا ما كنتش هو لسه هو جاي يقول لكم صح ولا ايه ولا هو فات؟ ايوه مع حضرتك يا فندم وطر بس السكر. ما كنتش متوقعه الهديه الجميله اللي بعتها لي فدوى. بجد انا كانت احسن هديه جات لي في عيد ميلادي. اول حاجه انا كان نفسي فيها من زمان يترسم لي بوستر كده او بانر كده بالقلم الرصاص البنسل الجميل دوت. كانت حاجه حلوه جدا بالنسبه لي. وهي فنانه ممتازه جدا وشاطره جدا. بتعرف تطلع الحاجات الحلوه. بتعرف تتك على النقط اللي فيها لمسات الجمال. هي فنانه بكل المقاييس. يعني انا بصراحه مش عارفه اقول ايه على فرحتي في اليوم دوت. وهي ما شاء الله عليها يعني بتعرف تلعب في النقط الحلوه. هي طبعا يعني قاعده بس هي مكسوفه شويه لكن هي طبعا مفيش شكر اكتر من اللوحه اللي هي رسمتها لك بتهديها ليكي وبتعبر لك ليها عن يعني نفسها. يعني الوقت اللي هي كانت بترسم الصوره فيه فده حب لحضرتك. ايوه يعني بقول لك انا بحبها. بص احنا الاول انا كانت علاقتي بيها كانت علاقه عاديه خالص. ما يعني بعد كده العلاقه دي تحولت من صداقه جامده جدا وهي حبوبه جدا وبتحب الناس قوي.
وبتحب تروح لأي حد في أي مناسبة، وبتحب تجامل الناس جدا لأن هي شخصية فيها حتة الحب والعطاء عندها جامدة جدا يعني. وعندها كمان روح الفن وطبعا لا روح ده، روح الفن ده معنى حضرتك، بقول لحضرتك هي بتطلع اللمسات الحلوة في شغلها وفي فنها، ليها لمسات كده جميلة بصراحة. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. انا سمعت ان حضرتك هتعملي عمل فني جديد يعني. انا دلوقتي شغاله في مسرحيه اسمها لاكرونيا في تل اديب. اوكي، عشان بس نبقى احنا اول حاجه في البرنامج احنا. شغاله في كرونيا في تل اديب، دي بتتكلم عن الكورونا والظروف بقى اللي دخلت فيها البلد في الكورونا، و حاجة كده يعني، حاجة كوميدي على تراجيدي، فيها حاجات حلوة يعني كتير. وشغالة تاني في عمل تاني، مسرحية تانية جديدة إن شاء الله برضو شغالة فيها، بس دي طبعا مش هقول على اسمها لسه لأني لسه ما اتعاقدتش فيها، لما أتعاقد إن شاء الله على العقد بتاعها هقول وهحكي بقى فيها. تقولي وتشرفينا طبعا. وطبعا يعني احنا بنتمنى طبعا لحضرتك كل التوفيق، ونشكرك جدا جدا شكرا يا زينة. شكرا. نرجع الحب باين جامد. سوري يا كريم، بس يعني ما شاء الله. بس هي عجبتني جملة حلوة قوي قالتها نرمين، كمان نرمين شاعرية شوية يعني، فبتركز كده في لقطات، خدت بالي الوقت اللي هي بترسمك فيه، شوفي ده حب. مدى الحب بقى، ان انا ابقى وقت وممكن تعب، وانك تبقي لازم تبقي دقيقه جدا انك ترسمي حاجه او تطلعيها حاجه حلوه، فانت بتحبي الشخص او البني ادم دوت. ايوه، انا برسم الحاجه اللي انا حاساها. برافو، صح كده. طالما الحاجه اصلا بتطلع معاكي حلوه لما انت بتعمليها بحب، لما بتعمليها بحب تكوني صادقه في مشاعرك، كل حاجه انت بتعمليها كل كميه مجرد بس حاجه بتتقدم وخلاص. بتبقى فرق بين الفنان اللي بيرسم باحساسه وفرق فنان بيعملها صنعه، مجرد نقل كارت او رسم عادي. لا، صنعه دي انا بجيب ورقه وانقل كوبي بيست من هنا لهنا، دي خلاص. لكن دوت انت بترسمي الحاجه اللي انت حاساها، فتفرق كتير، بتوصل. يعني ممكن اسال حضرتك سؤال يعني جوني؟ انا ممكن امسك القلم كده ويبقى عندي احساس اشخبط كده وفي الاخر يطلع الشخبطه؟ ممكن ان انت بتتريقي عليها، دي بتبتدي احساس. لا انا مش بتريق، انا قصدي ان انا ممكن الشخبطه دي ممكن تكون ليها معاني كتير، وممكن تطلع. انا عايز اقول لك ايه، ممكن لو مسكت قلم دلوقتي وعايزه ارسم او برسم حاجه جوايا او انا حساها، ممكن في الاخر تطلع لوحه حلوه. ايوه، ممكن تطلع لوحه، بس ده بيبقى بقى بيسموه التجريد، اللوحه التجريديه او السرياليه، الجو اللي هو بقى ايه اللي مش محدد، وده بيبقى ايه بيقول لك عاملين عليه دراسات. وفي حاجات بتبقى اقرب رسوم الاطفال، في رسومات بتبقى اقرب رسوم الاطفال، الاشخاص اللي زيكم ممكن نرسمها على فكره، وبتبقى ايه فن فطري، بيسميه فن فطري وتلقائي، ومش عيب، ده الفن ده جامد جدا. ده بره في اوروبا بيبقى له وضع مختلف، لو حد بيزورها نظره شديده ممكن كمان تباع باسعار عاليه جدا. ما هو ده بقى اللي انا عايز اقرا يعني، انا كنت بروح معرض قبل كده بلاقي حاجات كده في الابستراكت. الابستراكت اللي هو التجريدي، اللي هو فيه بالقلم الرصاص، فيه اللي هو بالحبر الشيني، خامات متعدده، في عندك بالزيت، بيبقى بيعمل طبقات لون مختلفه فوق بعضيها، بس بيعبر ممكن عن منظر طبيعي. يبقى تبصي للروح هتلاقيها منظر طبيعي جزء، تلاقيها شخص جزء تاني، تلاقيها ده باحساسك، بيبقى كل واحد يبص لها برؤيته الخاصه بيه، ده التجريدي او السريالي. لكن بالنسبه للرمزيه، لكن بالنسبه للمناظر الطبيعيه، بيبقى المنظر باين لك منظر طبيعي، ترسمي منظر النيل والمركب بيبقى طبيعي. في عندك اللي هو مناظر الالوان البائيه، البورتريهات زي ما هي بطبيعتها بالالوان البائيه، او البورتريه بالارصاد زي ما هو بطبيعته خلاص ما اتغيرش، بتلاقيه. بس ايهما اقرب للقلب؟ والله الواحد تعاطت مع الخامات يعني، انا مشاركه في اكتر عملت اكتر من 8 معارض خاصه، منها الهلاجر في الهلاجر، وجي عبد الرحيم حسن افتتحها لي، فلان القدير، وناس كبيره كانت افتتحت، والله يرحمه استاذ دكتور سيد قباش، استاذ اللي هو رائد السرياليه في العالم العربي. هتلاقي خدت من كل واحد ايه، ممكن يكون اتقالت لي ان انت خريجه اكاديميه، بس ايه ما بتحبيش تشتغلي بالاكاديميه، بكسر قواعد الاكاديميه، بشتغل باحساسي. طيب. اللوحه احس انها طفوليه، عامله طفوليه. عايز اسالك بقى سؤال مهم، او مثلا خلينا نحوله من سؤال لحاجه عايزين نوجهها لكل اللي حابب يخش المجال بس عنده تردد او خايف او قلقان من حاجه ومش عارف يمشي ازاي في الطريق ده، فده يبدا منين؟ يتجه في دلوقتي حاليا حاجه جميله قوي، عاملين دراسات حره في فلول جميله، ودراسات حره في فنون تطبيقيه، ودراسات حره في فنون تربيه فنيه، اسعارها مش عاليه، ممكن يقدم فيها وياخد دراسات ويطور نفسه، وهو بينزل كمان ما لهاش علاقه بالسن حضرتك؟
خالص مفتوحه صح؟ مفتوحه اه ملهاش علاقه بالسلع. ويتجه أيه. بعد ذلك ممكن يتجه لورش مع فنانين كبار، يعني يطلب مثلا يتجه لفنان من الفنانين الكبار اتدرب تحت ايديك فتره معينه. في فنانين كبار بيفتحوا براسمهم ويدربوا عادي. طبعا ده حاجه جميله جدا، واحنا بصراحه بنشكر حضرتك جدا أيه. جدا استاذه فضوى، وانا حابب اشكر نيرمين طبعا، حابب اشكركم كلكم واستنى في حلقه جديده بجد. اسعد يعني حضرتك اسعدتينا جدا جدا جدا، والحلقه جميله قوي. لا هو انا عايزه اقول لك بس ان الفن التشكيلي يرتقي بالمجتمع. ولازم نهتم بالفن التشكيلي ونرتقي بمجتمع. بس ده الكلمتين اللي اقدر اقولهم. وانا سعيده بيكم جدا. اكيد طبعا احنا لازم نهتم بكل الفنون وبالذات الفن التشكيلي. وطبعا احنا بنشكر حضرتك جدا جدا ونشكر كل الجمهور الله يخليكي. وطبعا استنونا في حلقه جديده من برنامج ابدا بنفسك.